ثانية من أون لايف، أهلا بكم. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر. وخلال لقائها ريتشارد ديكيتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة ورندا أبو الحسن مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، أشارت نصر إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر فرص عمل للشباب والمرأة. تواصل وزارة الداخلية حملات استرداد أراضي الدولة من خلال مختلف مديريات الأمن بتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن عدة محافظات بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية. للمزيد مشاهدينا ينضم الينا من الدقهلية مراسل اونلايف احمد فرج. احمد اهلا بك، يعني عدد الازالات التي تمت حتى هذه اللحظة؟ يعني اذا انهت محافظة الدقهلية 100% من الازالات الخاصة بالمحافظة وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وفي خلال المهلة المحددة اذا تحدثنا عن الازالات فهي قد تصل الى ما يزيد عن مليوني متر مربع، ما يعادل ايضا حوالي 516 فدان، والحديث عن قيمتها قد تصل الى 6 مليارات جنيه. معظم هذه الازالات كانت او التعديات كانت في يعني الظهير الشرقي الصحراوي لمحافظة الدقهلية وتحديدا في مركز جمصة وايضا مركز بلقاس، الحديث عن حوالي يعني 4 مليارات ونصف هي قيمة هذه التعديات في هذا الظهير الشرقي للمحافظة، والحديث أيضا عن حوالي 2800 طلب تقنين أوضاع من قبل بعض المتعدين على هذه الأملاك، وتقدر هذه يعني الطلبات بحوالي ما يعادل 63 فدانا. على أي حال قد تكون في بحيرة المنزلة وتحديدا في مركز المنزلة عمليات رفع التعديات هي التي يعني تزاول عملها حتى هذه الساعة يعني التعاون مع محافظة بورسعيد ومحافظة دمياط، وذلك لرفع التعديات في بحيرة المنزلة التي يصل فيها التعديات إلى أعداد كبيرة جدا للغاية، ويتم أيضا الكركات بالنزول يعني زيادة العمق من متر إلى متران، والحديث عن محطة جديدة لتنقية المياه تصل تكلفتها إلى 46 مليار جنيه تنفذ في هذه الأثناء حتى يتم افتتاحها قريبا. على أي حال قد يظهر العقار الذي خلفي في الصورة كما تظهر لك الصورة، هذا العقار كان قد يعني استغل يعني الأوضاع الأمنية السيئة في أعقاب ثورة يناير وقام ببناء هذا العقار، وهو في هذه الأثناء يقوم بتقنين أوضاعه كما تنقل لك الصورة من خلفي، قد يكون هو العقار الوحيد المتواجد على ضفاف النيل في هذه الأثناء في المحافظة ويقوم بتقنين أوضاعه مع المحافظة. شكرا جزيلا لك أحمد فرج مراسل أونلايف، كنت معنا مباشرة من الدقهلية، شكرا لك. قال الدكتور عبد العزيز قنصوة عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، قال إن سبب ميل عقار الأزاليطة بالإسكندرية هو وجود خلل في التربة نتيجة وجود مياه تسللت إلى أسفله مما نتج عنه ميله، وأضاف أن ارتفاع العقار كان سبب رئيسي في ميله المفاجئ، مؤكدا أن اللجنة التي تم تشكيلها بشكل يقلل الخسائر بأكبر شكل ممكن حفاظا على أرواح المواطنين. كانت مباحث مديرية أمن الإسكندرية ألقت القبض على صاحبة العقار والمتهمة بمخالفتها قوانين البناء وعدم تنفيذها قرارات محاضر الحي.
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، طالبتهم بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا. وكشفت اللجنة في بيان لها أن دعم قدم لميليشيا مجلس شورى درنا ومجلس شورى ثوار بنغازي. وأكدت اللجنة أن هذه الجماعات والمجالس التي تتبنى الفكر المتطرف شاركت في عمليات الاغتيالات. لقي قرار الرئيس الأمريكي ترامب بعدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ترحيبا من الجانب الفلسطيني، فيما لقي استهجانا من الجانب الإسرائيلي. العلاقات الإسرائيلية الأمريكية في فترة رئاسة ترامب كان لها منحى آخر من القوة، خاصة بعد عدة وعود قطعها ترامب على نفسه لصالح تل أبيب والتأييد المطلق لها خلال حملاته الانتخابية، ومن تلك الوعود نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وعلى أمل تلك الوعود جاءت المفاجأة، ويتوقع ترامب قرارا يقضي بعدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في الوقت الراهن، في حين أعلن البيت الأبيض بأن القرار لا يعني تراجع من ترامب عن دعمه لإسرائيل والتحالف القائم بين واشنطن وتل أبيب. فالتأجيل يسعى إلى زيادة حظوظ نجاح المفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني. هذا أولا استمرار لسياسة الولايات المتحدة المبنية على الإجماع والقانون الدولي بعدم الاعتراف بسيطرة إسرائيل على القدس المحتلة. هذا أيضا مؤشر على جدية الرئيس ترامب باتجاه إعطاء السلام فرصة حقيقية، وأن يركز أكثر على فرص السلام منه عن على إرضاء نتنياهو. بالمقابل عبر بنيامين نتنياهو عن خيبة أمله بعد قرار ترامب، قائلا إن الإبقاء على السفارات خارج القدس يضر عملية السلام. نتنياهو قال أيضا إن الموقف الثابت لإسرائيل هو أن السفارة الأمريكية شأنها شأن سفارات جميع الدول ويجب أن تكون في القدس. قرار ترامب هل سيكون ورقة ضغط من واشنطن على تل أبيب ويزيد من فرص تحقيق السلام، أم مجرد قرار وقتي سيتغير يوما ما؟ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي المتبقين في مدينة الموصل لا يتجاوز 1000 عنصر في المرحلة الراهنة من العمليات العسكرية لتحريرها. وقال المتحدث باسم عملية العزم الصلب إن المساحة التي لا تزال تخضع لداعش بغرب الموصل لا تتجاوز 10,000 كيلومتر مربع. زارت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الشابة الكردية الإيزيدية الناجية من قبضة تنظيم داعش نادية مراد، زارت منزلها في قضاء سنجار شمالي العراق بعد تحريره من قبضة تنظيم داعش. وأكدت نادية خلال تصريحات لوسائل الإعلام أكدت ضرورة إدانة الأعمال الإرهابية التي يرتكبها داعش باسم الدين، مطالبة الجهات القضائية العراقية بافتتاح محكمة لاسترداد حقوق الأقليات. تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن تواصل برلين التزامها باتفاقية باريس للمناخ في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاتفاقية هي حجر زاوية لمحاولات حماية الكوكب، وأن انسحاب الرئيس الأمريكي ترامب أمر يدعو للأسف. قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان على ضرورة إيجاد حلول دولية للطاقة النظيفة وتغير المناخ، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تراجع في اتفاق باريس بشأن المناخ. يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية، ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي والصين بيانا مشتركا في ختام الزيارة يلتزم فيه الجانبان بتنفيذ الكامل لاتفاقية باريس. يعاني مرضى حصوات الكلى من صعوبات خلال الأيام العادية، وتزداد تلك الصعوبات في فترات الصيام. في التقرير التالي مشاهدينا يوجه الدكتور طارق الباز أستاذ أمراض الكلى بعض النصائح خلال الشهر الكريم. الصيام والناس اللي بيبقى عندها حصوات في مجرى البول أو عندها استعداد لتكون حصوات، من المعروف أن كل ما البول يبقى مركز كل ما هيبقى استعداد الجسم لتكون الحصوات أو البلورات هيزيد.
والبول هيبقى مركز في حالات الصيام بالتأكيد، لأن كمية السوائل اللي هتدخل جسم الإنسان هتبقى قليلة. فالحقيقة الملاحظ واللي بنلاقيه، هؤلاء المرضى اللي بيبقى عندهم الاستعدادات لتكون الحصوات والبلورات اللي مجازا بيطلق عليها الرمل في الكلى، بيزيد جدا جدا في شهر الصيام. فما أنصح به هؤلاء المرضى اللي بيجي لهم مغص كلوي متكرر إن هم ما يصوموش، لأن لو صام هيبقى الفرصة مهيئة إن البول يبقى مركز، الرمل ده أو البلورات دي تزيد وتسبب له مغص كلوي. لكن اللي عنده حصوة شدنا بهذا التقرير، نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه النشرة. شكرا لطيب المتابعة، في صحبة الله.